صافي الضوء مزيان صافي كلير جدا. مواليد 1949 بمدينة مكناس، اللي فيها درس الابتدائي والثانوي، ثم بعد ذلك تقدمت لسياسة مباراة الأمن الوطني اللي نجحت فيها الحمد لله، والتحقت ب سيدي بوقنادل، تما دوز الستاج ديالي، ثم التحقت بالإدارة العامة للأمن الوطني، ثم كذلك كانت انتقال ديالي لمدينة أصيلة اللي اشتغلت فيها في 74 75، ثم كان انتقال ديالي في الى مدينه الناظور اللي اشتغلت فيها 6 سنين تقريبا، 7 سنين تقريبا، ثم كذلك كان الانتقال ديالي الى مدينه تازة ولله الحمد. وبعد مدينه تازة طالبت يعني باش ننتقل نرجع للمدينة الاصيله اللي رجعت لها في اواخر 86، واللي اشتغلت فيها الى التقاعد في 2010. بالنسبه للفن التشكيلي، فانا كنت كنعمل الفن التشكيلي ملي كنت في الثانويه اللي سمو لي اسماعيل في مكناس، ولكن عاوتاني عاود استيقظت من ذاك النوم اللي كان نوم طويل بالنسبه للواحات، وبديت كنشتغل هنايا في عام 2000 عام 2000 الفيلم، بديت كنشتغل، بديت كنوجد اللوحات ديالي، بقيت كنعرض يعني كنعرض اللوحات ديالي. اول معرض كان عندي هو امام المسجد القديم في مدينه اصيله، ومع ذلك لقيت يعني واحد التعرضات، واحد المضايقات باش ما نعملش المعارض، ورغم ذلك عملت تحدي، لان الفن ما يمكنش الفن غادي الانسان غادي يحكم على الفن ما يكونش، لان صاحب الجلاله ان شاء الله كيشجع على الفن، الفنانه، وسواء كان مسرحي او كان فنان تشكيلي او كان موسيقي. ومن ثم وانا كنعمل الفن التشكيلي الى حتى عيطوا عليا واحد النهار، كان المخيم ديال الامن الوطني ديال الاطفال ديال مدينه اصيله في واد الذهب، هذاك اول اشتغال اشتغلت مع الاداره العامه للامن الوطني في واد الذهب، مخيم 2007 2008 2009 اشتغلت هناك هذاك مع الاطفال ورشاد ديال الامن الوطني. ثم بعد ذلك بديت كنعرض اللوحات ديالي هنايا، انا هذا المحل هذا راني فيه مده ديال 20 سنه وانا هنايا في المدينه، والكل يعرفوني سواء كان السكان او كان الزوار، كل شيء كيعرفني كنعرض هنايا في الصيفيه الساحة بن خلدون. انا كل شهر 7 شهر 8 كنكون هنايا رسمي، كنشتغل في لاتولي ديالي في الدار كذلك، وعندي جرائد ديالي كتكلم عليا، عندي شواهد ديالي كذلك اللي كتكلم عليا. وكذلك عملت معرض في مؤسسة محمد السادس، وعملت في المدرسة ديال الامن الوطني بقنيطرة كذلك. كنتمنى ان شاء الله، كنتمنى ولكن باقي العمر طويل، كنتمنى باش نمشي نعرض ان شاء الله في الخارج ان شاء الله بحول الله، لان ما عمرت وكنلقى بزاف ديال التشجيعات من الناس سواء كانوا اجانب او كانوا مغاربه، ولا واحد ديال الحمد لله على اقبال لا باس به. الانواع اللي انا ديما كنبحث على الاشغال ديال اللوحات، ما كنعملش يعني نوع واحد كما بعض الاخوان اللي كنحترمهم بزاف وكنقدرهم بزاف، كيشوف اللوحه كيقول لك هذه ديال فلان هذه ديال فلان، انا لا، انا كنبحث دائما، كنعمل تجريدي، كنعمل بزاف ديال اللوحات، كنعمل الاشكال اللي كنبغي انا كنعملو. كذلك شاركت هنايا في ملتقيات جوج ديال الخطرات هنا في مدينه اصيله، موسم اصيله كل عام كنشارك فيها هنايا، ولكن دابا كنشارك بوحدي، كنعمل لوحات ديالي بوحدي. وتلاقيت مع صحفيا، تلاقيت مع كتاب، تلاقيت مع فنانة تشكيليا، الناس يعني كانوا كيشجعوني بزاف الحمد لله. والان باقيه ان شاء الله، احنا باقيين كنعطيو، لان علاش؟ لان خرج التقاعد، انا بغيت نعمر ذاك الفراغ ديال التقاعد باش ما الانسان ما يمشيش للقهاوي، يمشي للتدخين، يمشي للمحل، يضيع الحال. يعني احنا ضيعنا، انا خدمت 38 سنه في الامن،
ولهذا ما خصنيش نعاود ثاني نعاود النفسانيه ديالي تبقى يعني مزيره عليا ما نلقى ما ندير. الور انا فكرت بانه نجي نكمل الفن التشكيلي ديالي باش ما نتفرغش للقهاوي، نعمر ذاك الفراغ. والحمد لله ولله الحمد لقيت النشاط ديالي والراحه ديالي في الفن التشكيلي. وعندي كذلك الجرائد، عندي الشرق الاوسط، عندي كما تشوفوا اخبار اخبار اليوم، وعندي جرائد اخرى. الطموح ديالي وهي نكمل المسيره ديالي في الفن التشكيلي، ونتمنى ان شاء الله نقوم بشي معرض كبير. مع علاش لا، انا قادر باش نقوم. كذلك خدمت اشتغلت في الاعداد ديال دواء الذهب على الجداريات، كذلك اشتغلت على الجداريات. وعندي الحمد لله سلة ديال اللوحات كنبيع، بعت لفرنسا، بعت لاسبانيا، بعت حتى لالمانيا، كنبيع حتى بعت للمغاربه، فاس، مكناس، اكادير، طنجة كذلك. أكثرية عندي الناس في طنجة كذلك حتى هما كانوا كيديو من عندي اللوحات. Thank you.